مرحبا سكان ريفير هل تعلم بأنه يمكنك الاستمتاع بالعديد من الفواكه والخضروات الطازجة هنا في مدينتنا؟ فانضم إلينا كل يوم خميس في السوق المتنقل في ساحة ساندر سكوير من الساعة الثالثة إلى السادسة مساء حيث يقدم برنامج نيو انتري الخضروات والفواكه الطازجة إلى منطقتك مباشرةً ولا تفوت أيضا سوق المزارعين على شاطئ ريفير الذي يقام كل يوم جمعة على جهة البحر على شاطئ مدينة ريفير من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الرابعة مساء وحتى يوم 27 سبتمبر يقبل كل منهما قصائم الفود ستامب والهب والويك وقصائم كبار السن هذا كل شيء لهذا الأسبوع تابعونا الأسبوع المقبل للبقاء على اطلاع سكان ريفير شكرا على حسن استماعكم